صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. هلا الموضة كلها ماشية الأقليات وحماية الأقليات وخصوصا عن المسيحيين. شايفينها كلنا كلن وخصوصا المجرير والعمرة تبع النظام الإرهابي بإيران سوريا حزب الله من المسيحيين قايمين تشعنن بهالحديث. خلونا نحكي لكم القصة كتير بسيطة. النائب دوري شمعون ابن الرئيس كميل شمعون احد زعماء المسيحيين بلبنان الكبار بيقول اني رحت على ايران بزياره، عملوا لي عشاء، حد مني قعد على العشاء رئيس الكنيسه المسيحيه بايران ولابس هالارجوانه. قلت له كيف وضعك هون؟ قال له يا استاذ دوري ارجوك انك تسمعني، لمن بكركه والمسيحيين بيكونوا قوية بلبنان، نحن قوية هون، كل مسيحيين الشرق الأوسط بيكونوا قوية، لمن بكركي بتضعف والمسيحيين بلبنان والموارنة بلبنان بيضعفوا، نحن منضعف بالشرق الأوسط. هيدي الخبرية الصحيحة الواضحة. حافظ الأسد لمن عمل النظام الرعب والإرهاب بسوريا وقت اللي استلم كان في 15,000 مسيحي بمعلولة، لمن استلم ابنه بالشور كان في 2000، وين 13,000 يا شباب؟ طيب اثنين، لمن قرر بده يفوت على لبنان ووقفت المسيحيين بوجهه بهالشكل. أنا بأكد لكم وبعرف، مش إني بأكد لكم بمعلومات، لعبوا دور كبير كبير كبير، إلن دور كبير إن المسيحيين يضربوا بعضهم واشتغلوا. هيدي بدها وقت لإشرحها بالتفاصيل كيف تمت وحصلت قصة إهدن بهالجرح الكبير. الرئيس سليمان فرنجي انحاز علي 100%، صار يأمن مصالح النظام الرعب والإرهاب بسوريا على حساب دولة لبنان. طيب مين بقي يوقفوا بوجهه؟ المنطقة الشرقية. هالمنطقة الشرقية بهالشكل هيدي صورة وقفي بوجه خلق له، كلنا بنعرف بالعلم موجودة، يعني ما بدها كتير ذكاء بالعلم السياسي، خلق له حصان ترويضة. تعرفوا على ميشيل عون، الله يسامحه الرئيس أمين الجميل بهالتعيين، ما على شيء، وجابوا ميشيل عون قوي الجيش ترسوه، لقيوه أخوت مجنون، أخوت 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 بكل معنى الكلمة مجنون، وجنونه كله بده رئيس الجمهورية. اشتغلوا له عليه تيدبح المنطقة الشرقية، عمل حرب التحرير والإلغاء ودبح المنطقة المسيحية، يعني المنطقة الشرقية من الوريد للوريد، ما بقى في حدا وقف بوجهه. فاتوا على المنطقة الشرقية يومته ياسر عرفات بتونس بيقول له لكريم بقردونة، وموجود السافل والوسخ والبدون أخلاق وانتهازي ومأجور لألن كريم بقردونة، قال له قل له لصاحبك ميشيل عام لا يغلط، اوعى يضرب المنطقة المسيحية، لأنه حكي له قصة الصار الأسود والأبيض، وإذا بده بحط له القوات الفلسطينية الموجودة بلبنان بتصرفه مشان يساعدوه بوجه بوجه نظام الرعب والإرهاب. طيب هذا هو الواقع تبع المسيحي. هلا بطلب من جماعة الائتلاف الوطني الكبار المعارضة السورية بالمناسبة تحية لشعب سوريا البطل على التضحيات اللي عم يعملها بوجه نظام الرعب والإرهاب بإيران وسوريا وحزب الله، وإن شاء الله بيشيلنا كلنا من هذا السجن الكبير. إن الوقت اللي بيطلعوا على التلفزيون يحكوا هالشي أنا اللي عم بقوله بالشكل هذا ويكفوا من عنده، إنه سوريا رغم كل اللي عم بيصير فيه، كل اللي عم بينلعب فيه، كلنا منعرف جبهة النصرة والقاعدة وفتح الإسلام وهول كلهم موجودين بإيد وبتوجيه الجهاز الرعب والإرهاب الإيراني السوري حزب الله، ولكن سوريا هي لأبنائه كانوا من الطائفة السنية أو الشيعية
أو العلوية أو الكردية أو المسيحية، لا فرق بين أي واحد منهم إلا بحب سوريا أكثر وبريد الحرية والديمقراطية والاستقلال. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.